مساء الفل عليك يا شيري. اهلا حبيبتي، مساء اهلا الفل بيكي. عليكي ومساء الفل على حضراتكم. ان شاء الله حلقه مختلفه ومميزه النهارده بمجموعه من الفقرات والاخبار اللي هتكون معانا النهارده. نبتدي البرنامج بخبر عن اللي ايديهم كلها خضراء، البركه واللي مصر كلها بتاكل من خير ايديهم الفلاحين. الحقيقة الفلاحين يعني في السنوات الأخيرة رفعوا اسم مصر بمجموعة من الصادرات المتميزة جدا جدا اللي تصدرت بيها مصر الأسواق العالمية، زي مثلا الموالح اللي احنا أصبحنا رقم واحد فيها، وغيرها من أنواع الصادرات الزراعية المتميزة جدا اللي حطتنا في مصاف أفضل الدول المنتجة للإنتاجات الزراعية من خير بلدنا. ومن هنا جاء اهتمام الدولة الكبير جدا جدا بالفلاحين وبدعمهم وتقديم كل الخدمات الممكنة ليهم علشان يكون منتجهم النهائي هو خير، أولا سفير لمصر في الخارج، وأيضا كمان يحققوا إنتاج يعني يلبي السوق المحلي ويكون لا يقل جودة عن كل ما يصدر للخارج. مبادرة إزرع مبادرة مهمة جدا اهتمت بها الدولة المصرية، تحديدا التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتقدم من خلال هذه المبادرة مجموعة من الخدمات اللي وصلت لقرى مركز إبشوي بالفيوم. كمان قام التحالف بتنظيم مدارس حقلية لتوعية المزارعين وتوفير البذور والتقاوي بأسعار مخفضة، وكل ده لإسهام في أن يكون جودة الإنتاج عالية جدا من المحاصيل الاستراتيجية، على رأسها طبعا القمح اللي كلنا عرفنا قد إيه مهم أن يكون إنتاجنا من القمح إنتاج وفير، والأزمات المتتالية الحقيقة أكدت لنا ده. خلينا نشوف أكتر عن هذه المبادرة في هذا التقرير. من بداية 2 بتبدأ تظهر عندنا الأصداء، أول ما تشوف بقرة إصابة عندك لازم على طول تبلغ، إحنا معاك في المبادرة، وقت ما تتصل علينا هنجيلك. إحنا هنا مع مبادرة أزرع الخاصة بالتحالف الوطني والهيئة الإنجلية. المبادرة دي بتقدم خدمات لصغار المزارعين، بتدي دعم فني، بتعمل مدارس حقلية، عطى التقاوي مدعمة بنص الثمن من أصناف القمح اللي هي الأصناف الموصي بها حسب السياسة الصنفية لمحافظة الفيوم. الجزء الثاني بننفذ بقى خطوات وندعم المزارع، ان احنا بنعمل ندوات توعية للمزارع في الغيط او في القرية بشكل عام، بنعرفه ايه الإصابات، ايه الحاجة اللي مفروض يعملها للمحصول، كمية التقاوي المفروض يتحط، كمية الأسمدة او المخصبات. المدارس الحقلية هنا بتجينا بقالها فترة، ولكن احنا بنستفاد منها لان بيجي معاها مهندسين زراعيين من الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي، وبأي محصول بنسأل بنعرف نسمد ازاي، نزرع ازاي، الصنف انه صنف، انه صنف يجود في الارض دي، نسبة ارض فيها ملوحة لها تقاوي معينة، نسبة أرض خصبة لها تقاوي معينة، الأصناف اللي بتجينا بنبقى عارفينها. تاني حاجة بتساعدنا لأن هي السنة دي وفرت لنا تقاوي بنص الثمن في القمح، خصوصا في القمح. المهندسين الزراعيين لهم دور كبير مع الفلاح إن هو إزاي يزرع بطريقة جيدة وسليمة وصحيحة، لأن طبعا المناخ دلوقتي فيه فطريات كتير وأمراض كتير، ده بيزيد الامراض وفي التربه، وبالنسبه للفلاح بتضعف بقى من انتاجيته، وبتخليه ان هو يعني مفيش يعني عائد مادي ليه. وانا كمزارع من قريه السنجه استفدنا من الحاجات اللي بيقدمها التحالف بان هو بيختار الاصناف اللي بتوفرها الدوله ومقاومه للامراض والرؤات في القمح، والكل بيستفيد من الحاجة اللي هي بتتعمل بالإرشادات اللي موجودة من التحالف ومن المهندسين الزراعيين الموجودين في الإدارة الزراعية باب شوي. من
من الدور والدعم الكبير اللي بتقدمه الدولة لكل ما يتعلق بأكلنا وغذائنا وصحتنا الجسدية، اللي برضو الحقيقة دور ومجهودات كبيرة جدا جدا بتتقدم علشان غذاء الروح بقى زي ما بنقول كده وغذاء العقول. الحقيقة انه طبعا دلوقتي كلنا عارفين الحدث الثقافي الأهم والأبرز وهو معرض الكتاب اللي بيقام في دورته رقم 55 واللي مكمل لغاية بكرة إن شاء الله يوم 6 فبراير. وإحنا الحقيقة هنا في بيت السفيرة عزيزة طول الوقت بنكون حريصين إننا نحتفي بالكتاب والكاتبات، يعني الشباب والشابات اللي الحقيقة بيكون ليهم إسهامات كبيرة وكتيرة وتحديدا كمان في معرض الكتاب. الحقيقة انه طول الوقت احنا في برنامجنا بنحاول نسلط الضوء كمان على الكاتبات تحديدا بما اننا يعني السفيرة عزيزة ونسلط الضوء على اعمالهم. ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي هي روائية شابة موهوبة ومن بدايتها يعني وقدمت الحقيقة رواية مهمة جدا، والرواية دي اترشحت لجائزة الرواية العالمية البوكر سنة 2016، والحقيقة أن كمان ليها عمل حاليا والعمل ده موجود في معرض الكتاب بتقدم خلاله نصايح لكل الناس اللي يعني مقبلين على الكتابة، اللي حابين يكتبوا نصايح للكتاب نفسهم كدليل كده ليهم يعني عشان يعرفوا أكتر عن قواعد الكتابة. والعمل ده اسمه الحقيقة مختلف، يعني اسمه الكتابة وسننها. فهي منورانا النهارده علشان نعرف اكتر ايه يا ترى هي النصايح اللي بتقدمها لكل الكتاب وكمان لكل المهتمين بالكتابه، ازاي اي حد حابب انه يكتب قصه روائيه قصيره يقدر انه يعرف اكتر من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهارده هدى انور صاحبه كتاب الكتابه وسننها. مساء الفل يا هدى، منوره. كتير عليكم، مبروك الاصدار الجديد. مبروك. ونبتدي من اخر اصدار، و معظمنا يعرف ان الكتابة موهبة، لكن هل ممكن اني اتعلم ازاي اكتب رواية ده جنب الموهبة ولا بدون الموهبة وتبقى حرفية؟ يعني هو يعني الحقيقة ان الكتاب او الموهبة هي زي البذرة الصغيرة اللي بنزرعها في بيئة مناسبة، وكل يوم بنرويها او كل يوم بنهتم بيها، فبتطلع لنا يعني منتج او مخرج كتابي يعني. ففي الكتاب الكتابة وسننها الحقيقة يعني وضعت كل الخبرات والتجارب اللي انا عديت بيها من اول ما كنت بدرس في كلية اداب لغة عربية وانا صغيرة جنب كلية سياسة واقتصاد، فوضعت كل التجارب والخبرات كل اللي انا اتعلمته في الكتاب ده علشان اعلم الناس او اوري الناس ازاي ممكن يكتبوا روايه قصه قصيره، كتاب غير قصصي اللي هو الكتاب النون فيكشن، ازاي يعرفوا ده بشكل نظري وبشكل عملي، يعني ده زي دليل كده يا استاذه هدى. دليل هو دليل. اسمه دليلك في رحلتك مع الكتابه، فهو دليل يعني بيمسك الشخص اللي عايز يكتب من ايده خطوه بخطوه علشان يقدر ان هو يحقق حلمه انه يخرج اول كتاب الى النور. تمام. طيب انا عايز ارجع تاني برضو للسؤال اللي شيرين سالته، يعني هل دي حاجات ممكن انها تكتسب ولا في الاول بتبقى موجوده كموهبه؟ يعني ولما انا اقرا الدليل ده او النصايح اللي حضرتك كاتبها لنا في الكتاب اقدر اطور نفسي اكتر مثلا؟ هو يعني هناك ما يسمى بالنداهه، يعني اذا ندهتك نداها او ندهت شخصا ما ولقى ان هو عايز يشوف الكتاب ده وعايز وحس انه في حاجه جوه قلبه بتقول له ان انا عايز اشوف الكتاب ده بيتكلم عن الكتابه، انا حاسس انه في حاجه في علاقه بيني وبين الكتاب، فلو النداهه دي ندهت يبقى هو يعني ربنا وضع فيه يعني موهبه الكتابه لكن محتاج يشتغل عليه. يشتغل عليها ازاي؟ في ورش كتابه، في بنعمل ما يسمى بالمعتكف الكتابي، لكن كمان دلوقتي في اللي هو ايه المعتكف الكتابي؟ المعتكف الكتابي هو مشروع بداناه في 2017. تمام. وبيعتمد هو ليس ورشه كتابه. اوكي. هو تجربه كامله، التجربه دي بتغير من مفهوم من شكل العقل علشان يقدر الشخص اللي هو مش واثق في موهبته يقدر ان هو ينتقل من عدم الثقه دي وان هو مش عارف يعمل ايه، ينتقل لنقطه ان هو بيضع قدمه على اول الطريق. فكنا بنسافر خارج القاهره، بنروح اماكن مختلفه،
وبنعمل ما يسمى بالريتريت، رايتنج ريتريت لمدة 3 أيام، منها بنبدأ الرحلة اللي بتستمر بعد كده في مجموعة مستمرة فيها متابعة لحد إصدار أول كتاب للكاتب. فبنقول فيه المعتكف، لأنك تحتاج أن تعتكف وأن تعتزل وأن تخلع عن عليك حين تدخل إلى هذا المعتكف علشان تقدر تبدأ حياة جديدة رحلتك مع أو الكتاب. تقدر بالظبط أو تقدر أن أنت يعني تشوف موهبتك دي تقدر تعمل بيها ايه او هتشتغل عليها ازاي. في ناس بيحصل لها لبس كتير جدا في هذا الزمن اللي كثر فيه البلوجرز واللي عنده اصحاب المدونات. بدايه زمان كانت المدونات كتابه، ثم اصبحت صوت زي البودكاست، اصبحت ممكن صوره كمان، واصبحت فلوجرز اللي هم بيعملوا فيديوهات، واصبحت الشهره سريعه ومش لازم عمق قوي يعني، ولا انك تبقي بتقري كتير وصاحبه تجربه في الحياه. ممكن ناس كتير يحصل لها لبس. وهنا ومن تجربه شخصيه، حضرتك درستي سياسه واقتصاد جنب اللغه العربيه، واعتبرتي ان دي مش شغلانه اكل عيش ان انا ابقى كاتبه، الى غايه مرحله ما كنت حضرتك واثقه من موهبتك وانك تقدري تقلعي بقى يعني في رحاب الادب وتكوني كاتبه وروائيه وتعتمدي على ان هو ده هيكون شغلك وشغفك. الخطوط الرماديه هنا دي الواحد بيقدر يعرفها ازاي وبعد قد ايه؟ وهل تنصحي فعلا الواحد ما يجريش فقط ورا الشغف والحلم بتاع الشهره وان انا كاتبه ومبدعه الا لما اتاكد من ايه بالظبط؟ احنا دايما بنتكلم عن ما يسمى بالواي، لماذا؟ فبنقول للكاتب قبل ما تعمل اي حاجه، وده موجود في الكتاب، يعني قول، يعني اعرف انت ليه عايز تكتب، وواجه نفسك بالحقيقه دي. هو انت عايز تبقى مشهور؟ طيب لو انت عايز تبقى مشهور لازم تبقى عارف ان ده طريق هتمشيه، والطريق ده هيبقى فيه مجهود وهيبقى فيه هيبقى فيه شغل هتعمله. فالشهره مش هتحصل اكيد، بس حضرتك لما بتتكلمي عن البلوجرز وعن استاذه هدى، انا هستاذن حضرتك، احنا محتاجين بس نطلع فاصل لرفع اذان العصر ونرجع مره ثانيه نتكلم. لسه بنسمع نصايح الروائيه والكاتبه استاذه هدى انور، كنت حضرتك بتكلمين عن نصيحتك للمستعجلين الشهره. يعني وانا اي حد بيبدا في كتابه كتاب او عايز يعمل كده بيسال نفسه سؤال، انا بعمل كده ليه؟ السؤال الكبير سؤال ليه؟ فلو انت عايز تتشهر قول لنفسك انا عايز شهره. عشان تبقى صادق مع نفسك. لكن الحقيقة انه الصح في الكتابة والحاجات الإبداعية انك تكون بتعملها بدون إيجو، من غير الأنا. لأن الأنا ممكن تخلي الشخص يتشهر، لكن يعني ما بيبقاش فيه صدق واصل للجمهور. فالصدق هو اللي بيخلي الكاتب يقدر يواصل ويقدر حقيقي يبقى زي ما بيقولوا أصيل. أصيل وأصلي. فيصل إلى قلوب الناس. فيبقى في ذاكرة الناس وذاكرة التاريخ كمان، مش ينسوه، يعني مش هينسوه زي الأستاذ نجيب محفوظ، يعني لم ينسى لأنه كان شخص صادق ويحب ما يفعل ويفعله لأنه يحبه. وبعدين في الآخر أخذ جايزة نوبل، ولما خد جايزة نوبل قال لهم يعني قال لبنته، كان نايم، قال لبنته طب خليهم يكلموني لما اصحى. فالراجل يعني مش منبهر يعني. هو اخذ جايزه نوبل بداخله قبل ان يعطيها له العالم. وبالتالي خلاص. فلم يكن يسعى وراء الجوائز، وراء كان يسعى وراء ان هو يكون متحقق وان هو يفعل ما يحب. فاحنا لازم نسال نفسنا السؤال ده. وفيما يتعلق بموضوع البلوجرز واللي بيطلع الايام دي، وانه احنا بنقول ان كل من هب ودب بيكتب، وان القراءه هي للجميع مش الكتابه، يعني اللاينز اللي موجوده الايام دي. فيعني احنا انا بقول لكل كاتب بيبدا طريقه وبيحب الكتابه ما تتاثرش بالكلام ده. وبقول يعني لكل شخص يعني بيكتب حاجات خفيفه عشان يتشهر بيها، بقول له انه حاول ان انت حقيقي تشتغل على موهبتك، وحاول ان انت حقيقي ما تدورش بس على الشهره، تدور على ان انت تعمل حاجه فيها جوده وحاجه يقراها الناس
وحاجه لما يسالك ربنا عليها تقدر ان انت تجاوب وتقول يا رب انا عملت افضل او احسن ما يمكن ان يكون او اللي قدرت اعمله. صحيح. هي دي اجمل نصيحه نختم بيها استاذه هدى، يعني لقائنا مع حضرتك، حضرتك نورتينا والف مبروك على الكتاب ويا رب بالتوفيق دايما. والحقيقه انه فكره مختلفه انك تقدم لنا دليل لكل حد مهتم بالكتابه وعايز يبدا رحلته مع الكتابه انه يقرا بقى الكتابه وسننا. شكرا لحضرتك استاذه هدى انور، نورتينا. شكرا لحضرتك. نخرج لفاصل ومن بعده نستقبل ثلاثه من الكاتبات المبدعات اللي بيدخلوا هذا العالم الساحر. فاصل ونرجع لحضرتك. المواهب في بلدنا لا تنتهي ولا تنضب، وخير دليل على هذا الموضوع ان احنا معنا ثلاث كاتبات متميزات بيشاركوا السنه دي في معرض الكتاب في دورته ال 55 باسهامات، بعضهم هي كتاباتهم الاولى والبعض الاخر هو الاصدار او الكتاب الثاني ليهم استكمالا لرحله بيبداوها وعينهم على أن يكون ليهم إن شاء الله في المكتبة المصرية والعربية رصيد محترم. نتعرف في البداية بالكاتبات اللي منورينا النهاردة. أبدأ من شمالي، الكاتبة الصحفية أستاذة أماني زيان صاحبة كتاب بنت عايشة لوحدها، وده تاني إصدار ليها بعد لا تبات ولا نبات. أهلا وسهلا أستاذة أماني. الكاتبة الصحفية أستاذة لميس سامي صاحبة كتاب رسائل لم تصلك بعد. أهلا وسهلا. والكاتبة الصحفية ياسمين خلف صاحبة كتاب على حبات المطر. أهلا وسهلا بيكي ياسمين، مبروك الكتب الجديدة، التوفيق يا رب إن شاء الله. ألف مبروك. أستاذة أماني خليني أبدأ معاكي من العمل الأخير بقى، بنت عايشة لوحدها. يعني قبليه كان في لا تبات ولا نبات. أيوه. جينا بقى لبنت عايشة لوحدها. أيوه. نتكلم أكتر عن فكرة الكتاب، والاسم يعني واضح إنه اسم معبر جدا جدا عن المضمون بقى. المضمون هي حكاية أنا قصدت أنها تبقى في أوائل الألفين، عشان في الوقت ده كان الحكاية دي صعبة، مش متداولة إن تعيش لوحدها. إن بنت تعيش لوحدها، فعشان كده أنا اخترت التوقيت ده إن هو في أوائل الألفين، وبتتكلم بقى عن الحاجات اللي هي واجهتها، الصعوبات. ساعات بشكل مأساوي جدا وساعات بشكل ساخر، يعني سخرية، كوميديا سوداء شوية وبس. هل بالضروره ان الكتب الاولى، الاصدارات الاولى، لان احنا لاحظناها بصراحه يعني في كتاب كتير، انه بتكون دايما تجربتك الشخصيه؟ يعني هل كتابك الاول كان تجربه شخصيه؟ كتابي الاول قصص حقيقيه مش تجربتي الشخصيه، لان كتابي الاولاني بيتكلم عن قصه زواج من اول ليله الدخله لغايه لما بيخلفوا اول طفل وبيضطروا ياخدوا بريك. فانا عصرتيها مثلا؟ دي حاجات عصرتها وقصص كلها حقيقيه، بس انا جمعتها كانها قصه لولد وبنت بس، لحد واحد او لكن الأسرة. كلها كانت قصص. يعني كل شابتر كان قصه حقيقيه انا سمعتها بالفعل، بس زي ما انا كنت كاتبه في كتابي انه كانت بتتحكي لي بالدموع، بس انا تصورتها بسخريه بشكل تاني. فكتبتها بشكل ساخر يعني. تمام. لكن بنت عايشه لوحدها دي تجربتك دي تجربه شخصيه برضو، يعني ميكس ما بين التجربه الشخصيه وما بين حاجات انا شفتها بعيني في نفس الوقت ده يعني. لبنات تانيين بالظبط. طيب نروح للمس. كتابك رسائل لم تصلك بعد، برضو لو ممكن تقول لنا مضمون الكتاب ايه، ولاي مدى هو مرتبط بحاجة أنت عصرتيها في كتابات في حياتك؟ هو مضمون الكتاب مجموعة من الرسائل، هي طبعا برضو ماكس، إذا كان تجارب شخصية أو للناس اللي حواليا، عشان أنا استشارية عاطفية بودي في داهية. أهلا وسهلا. معترفة يعني إن مفيش واضح. فطبعا ميكس ما بين الاتنين. وليه خليتها على شكل رسايل؟ لأن في أوقات كلام كتير جدا فعلا بيضيع أو بيتوه، ما بنقدرش نواجه الشخص ونقوله فيس تو فيس. فتيجي كمان وجها لوجه، فأسهل تكتبيه بالظبط. فتيجي كمان تكتبيه أوقات، تيجي تكتبي رسالة طويلة عريضة بعدين فجأة تقومي مسحيها، تقول لا لا ملهاش لازمه. فهو مجموعه رسائل عن مجموعه مشاعر مختلفه لم يتم الافصاح عنها،
الطرف الثاني ما وصلتلوش. من ضمن الرسائل اللي اتمسحت دي يعني. بالظبط. فكانت مجموعه قصص لناس تانية، مثلا مشاعر غيره او مشاعر غضب او مشاعر حتى الحب الزياده اللي بتخاف البنت تحكيه عشان اللي قدامها ما يستغلش ده ضدها، او ان مثلا ما يشوفش هي بتحبه قد ايه فيبقى نقطه ضعف. ايوه. فبالتالي لم تصل. فانت كتبتي الرسائل دي على لسان كأن اصحابها بيقولوها بالزبط. عشان تصل بقى بالظبط، عشان لا يمكن يفهم. ايوه يمكن كل واحد يفتكر ويشوف رسالته. مع ان انا افضفض ولا ابعت اوصل يعني الشيء قاطع في العلاقه؟ لا افضفض طبعا. افضفض ما وصلش. لا 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 يعني افضفض للشخص البارتنر اللي معايا. الطرف اللي معايا. لاني انا طول ما انا في مشاعر جوايا انا مش قايلها ببني حواجز. فجأة هتكتشفي ان العلاقة دي مش صحية بالمرة. كون ان انا مش قادرة اعبر عن مشاعري لطرف قدامي خوف من انه يستغل ده ضدي، فانا أيوة. في علاقة مش امنة. صح. صح جدا. صح. صح طبعا. طيب نروح لياسمين على حبات المطر، اسم ليه علاقة بالشتاء اللي احنا فيه طبعا. والتلج ده حقيقي، هو المعروف اللي الناس بتبقى تحت حبات المطر. لا انا البطلة بتاعتي هي اللي على حبات المطر مش تحتيها خالص. هي على حبيت المطر هي مجموعة قصصية فيها طبعا ميكس طبعا من شوية خفيفة من المشاعر الشخصية بس أكتر منها فيها مشاعر حقيقية بس. فاللي هو يعني كتبتها وطبعا معروف اللي هو الكاتب شوية بدخل بمشاعري بس مش بشكل اللي أنا أخلي القارئ يعني بيقرأ ياسمين، لا أنا حابة اللي هو القارئ يشوف ثقافة جديدة معرفة جديدة. وطلع بقصة بشكل رومانسي خيالي، هي القصص واخدة شوية واقعية بس بشكل رومانسي ماشية في إطار الرومانسية الخيالية اللي هي الحلوة. حلو. اللي ساعدني كمان كتير في الحتة دي ممكن يكون شغلي في التحقيقات الصحفية اللي أنا كنت بعملها، فكنت بقابل نماذج كتير جدا من الناس بتكلم معاهم وكده، فده خلى عندي زي حصيلة وعندي أبطال كتير جدا ممكن يتكتب عنهم بشكل واقعي بس لازم تدخل معاها الرومانسيه والخيال اللي هو بتاع الكاتب اللي هو انا. ايوه اللي هو خيالي وخياليه ورومانسيه اللي هي برضه يعني ايه، بس بحاول انزل شويه لسقف ايه الواقع علشان ما تبقاش برضه الناس يبقى فيه ما تبقاش القصص فيك يعني الناس تبقى شايفه ابطال حقيقيين موجودين. بالظبط. بالظبط. تقرا عنهم. فحبيت ساعتها يعني على حبات المطر دي تبقى المجموعه القصصيه بتاعتي. هو ده اصدارك الاول يا ياسمين؟ اول عمل ليكي ده اول فعلا. احكي لنا بقى تجربه يعني سنه اولى كتابه. بصي هي بالنسبه لي كانت صعبه جدا، خدت وقت كبير جدا معايا. يعني انا ابتديتها في كورونا، ابتديت اكتب وكده، كنت في الاول متخوفه بس اللي هو ايه القارئ هيبقى مبسوط من اللي انا بكتبه ولا الكلام هيوصل له. فاول قصه كتبتها واتنشرت لي فلقيت الفيدباك بتاعها حلو جدا اللي هو لا حلو كملي. فابتدت القصه الثانيه اللي هو ايه ده، لا ده انت عارفه ازاي توصفي الحاله. جات لي من الكومنتس الجميله، يعني انا في الكتاب بتاعي في قصتين البطل بتاعهم راجل مش ست. فمن التعليقات الجميله اللي جات لي اللي انا لقيت رجاله فعلا بيكلموني وبيقولوا لي انت برافو عليكي ازاي كبنت عرفتي تكتبي بمشاعر الراجل. هم طول الوقت بيكتبوا مشاعرنا على فكره تاريخيه ادونا فرصه يعني. هو حد بيقول لي انت جايه قوي على الرجاله، قلت له بالعكس، قال لي بس اللي انت كاتباه هو ده فعلا اللي بيحصل لي وما بيبقاش قصدي اللي انا اعمل كده وما بيبقاش قصدي اللي انا اقول. ففهمتي سيكولوجيتهم. بالظبط. طب دي هتخلينا نتكلم عن سيكولوجيه القارئ النهارده. يوم ما حضرتك بتختاري تكتبي عن موضوع واقعي سواء تجربه شخصيه او تجربه اللي حواليكي وتختاري الطريقه الساخره، انت شايفه ان ده لان كلكم صحفيات ففكره انه الناس تقرا اكتر، انك تبيعي اكتر، ان يبقى ترند اكتر، جالك عليه مشاركه قد ايه، اعجاب قد ايه، ده مهم. عينك ككاتبه برضو لما بتختاري الاسلوب والموضوعات اللي هتختاريها انها تحقق الانتشار ده، ولا زي ما كنا بنسمع زمان كتب عنده يعني رساله عايز يبلغها، شعور ما عايز يخرجه على الورق؟ لا طبعا هو ما بيختارش الطريقه اللي بيكتب بيها، هو على حسب. يعني انا كتابي الاولاني ساخر، الكتاب الثاني لا، بس هو الفكره هي اللي بتديك الاحساس انا هكتبها بتطلع بطريقه ساخره ولا بطريقه فيها مشاعر ما ينفعش نسخر منها.
هي دي الحكايه. لكن انك تختار طريقه عشان تبيع، لا ده ما يعني ما اعتقدش ان هي دي، مش ده الصح كمان. لا لا لا، هو البني ادم لازم يكتب مشاعره حقيقيه عشان توصل، سواء بشكل ساخر او بشكل درامي يعني. ففي كل الاحوال هي لازم توصل، فمش هتوصل غير لو كانت حقيقيه. وفي رسالتك او في روايتك الاخيره، الرساله ايه اللي عايزه توصليها من بنت عايشه لوحدها؟ بصي انا يعني الرساله اللي كنت بوصلها ودايما بوصلها، حتى انا عامله افلام قصيره، كان دايما رسالتي للبنت انها ما تخافش. في القصه بتاعتي ان البنت دايما كانت عشان خوفها من الناس ومن نظره الناس، فابتدت تعمل لنفسها حدود، واتفاجئت في الاخر انها سجنت نفسها جوه حدودها. هي اللي عملت لنفسها هي سجن، اللي عملت الحواجز دي بالظبط، لانها خايفه. فهي الفكره انه لا، ما البنت المفروض ما تخافش، تعيش حياتها طول ما هي شايفه ان هي صح. مش مهم مين شايفها صح، المهم ان هي تبقى شايفه ان هي صح، فتعيش حياتها من غير ما تسجن نفسها. بس طيب وانت يا لميس قولي لنا برضو، يعني الرسائل اللي لم تصل بعد كانت ايه اكتر رساله حريصه ان هي توصل من خلال كتابك؟ والله هي مجموعه رسائل، ما كانتش رساله واحده، لاني كل احساس او كل مشاعر احنا بنداريها وبنكبتها بتبقى اساسها ان العلاقه مش هتكمل. اذا كان احساس فرح زائد او احساس غيره او احساس الخذلان او احساس بالحزن، انت بتبقي في علاقه بيحصل مواقف مفروض بناء عليه بيكون في رد فعل. لما انا اخاف اني انا ابين رد الفعل بتاعي عشان مشاعري وقتها، عشان خايفه الطرف اللي قدامي يسيبني، او خايفه يستغلها نقطه ضعف، او خايفه يتعامل معايا بطريقه، ما هو دلوقتي احنا بنلعب على سيكولوجيات بعض. ايوه ايوه، وبقت دلوقتي ترند كل واحد المايند جيم بيشغل دماغه ازاي يقدر يخلي اللي قدامه يتعلق بيه اكتر، ولهذا اغلب العلاقات ما بتكملش. فكانت الرسائل دي كلها اني لا، لازم لو انت حاسس انك في علاقه امنه ازاي تقدر تختبرها، اتكلم بصراحه، خليك واضح، مشاعرك واضحه. صحيح صحيح. ومن كلام اماني ولميس في اخر دقيقه معاكي ياسمين، فكره الخوف وان انت في ذهنك بعض الافكار اللي ممكن تخليكي يعني كبحه جماح خيالك او ان انت تقدري تنجحي اكتر، بعد اول اصدار بتفكري في الاصدار الثاني وتشجعتي ان انت تخوضي التجربه مره ثانيه؟ اكيد طبعا، بس الفكره على قد ما هي فعلا زي ما حضرتك بتقولي بتبقى صعبه في الاول، بس بتديكي بوش فعلا، بتفتح لك افاق اكتر. يعني انا في المجموعه الاولانيه بتاعتي وانا بكتبها كان عندي شويه تخوف في مشاعري وانا بكتب، فلا انا في القصه الثانيه لا، هتبقى مشاعري برده منفتحه اكتر، رومانسيتي منفتحه اكتر، خيالي برده هيبقى برده منفتح اكتر، مش هيبقى متقيد شويه، مش هيبقى في قلق مثلا ان بالظبط الحاجات الاولى دي بالظبط اللي هي بالظبط البدايات ديت، فبتستمتعي اكتر. ده حقيقي. فلا طبعا يعني هفتح اكتر الافاق طبعا في الكتابه وفي الرومانسيه والخيال، علشان دي احنا مفتقدينها فعلا دلوقتي. معظم الكتب اللي احنا بنقرا عنها او بنشوفها حتى بتبقى فيها حاجه كده من الجفاء والصلابه واحنا بنقراها بالظبط، بجانب بالظبط الحياه، فبيبقى لا بيبقى القارئ محتاج حاجه يفصل معاها شويه، يطير شويه بخياله، يحس اللي هو في حاله كده من الهدوء النفسي بتحصل له وهو بيقرا. فده انا حابه فعلا تبقى ده موجود دلوقتي حتى في الكتب ان شاء الله. يا ياسمين خلينا الاصدار الثاني باذن الله، ان شاء الله في ردود ايجابيه جدا جدا تشجعكم في مشروعاتكم القادمه باذن الله. شكرا جزيلا، نورتونا. شكرا جزيلا على الاصدارات الجديده. الله يبارك فيك. شكرا، نشكركم. نخرج لفاصل من بعد فقرتنا الاخيره، خليكم معانا. معروف دايما انه الانسان بترتبط عنده الذكريات الجميله بالروائح، يعني مثلا بيت جدتي وريحه الفانيليا، يوم الخميس وريحه الملوخيه في البيت، الحاجات دي يعني بتكون ذكرياتنا من روائح البيوت والاطعمه. لكن في دراسه صينيه مؤخرا اتكلمت عن فكرة انه السيدات او كل من يعمل بمهنة الطهي
لو ما كانش بيطبخ في مكان آمن هو معرض انه يجيله مشاكل صحية كبيرة جدا جدا نتيجة الأبخرة اللي خارجة من الأكل، ريحة الأكل، البخار والدخان والحاجات اللي يعني بتطلع من واحنا بنطبخ، الأبخرة اللي من الطهي العادي، يعني مش هتكلم عن الشوي مثلا أو عن القلي فقط. لأي مدى الدراسة دي الكلام اللي فيها دقيق، وإيه هي المواصفات الصحية للمطبخ؟ إحنا بنتكلم على مطابخ بيوتنا العادية جدا. دكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية هيكلمنا عن تفاصيل الدراسة دي ويأكد لنا أو ينفي المعلومات اللي الصينيين بيقولوها. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. نور عليكم. نقلق من الصينيين دول. ليه بس؟ لا لا وانا اللي قاليني دلوقتي ان ريحه الاكل عاده بتبقى حلوه خصوصا لو الاكل حلو، فاحنا يعني هنعمل ايه بقى دلوقتي يا دكتور؟ الدراسه دي واضح انها هتخلي الكلام مختلف خالص. والله هو الكلام النهارده مختلف ومش هيعجب كمان الرجاله. ليه؟ ومش هيعجب يعني هيبقى في صف شويه ربات البيوت شويه. لا يبقى حلو. انت فاهم؟ احنا طبعا يعني الدراسه بتاكد فعلا ان لو هي بتطبخ في مكان مغلق او مكان ما فيهوش مثلا شفاط او مكان ما فيهوش مثلا مدخنه او حاجه يعني تهوية. يعني حاجه تهويه جيده او شباك او اي حاجه او شباك ويكون واسع، طبعا هي عرضه للاصابه للاسف بسرطان الرئه وسرطان الرحم وسرطان المثانه. يا ساتر، ايه كل ده؟ المجموعه دي كانت في الدراسه اللي حدثت في الصين، وكانت الدراسة على الطهاة يعني الطباخين اللي شغلتهم الطبخ اللي شغلانتهم الطبخ واقفين فترات طويلة في المطابخ. فطبعا بنقول لست البيت تخلي بالها ان هي ما تقفش فترة كبيرة جدا، تبدأ ان هي تشم الأبخرة اللي طالعة، تشم الحاجات المحروقة اللي هي حصلت. ما الناس بتطبخ طول عمرها، ويعني مش كل الناس عندها شفاط وعندها شباك كبير وكده. اولا ده تراكم قد ايه؟ وهل كل انواع الطبخ يعني اي طبخ ولا حاجات معينه؟ لا هو طبعا بيجي طبعا يعني تراكم على مدار السنين. ودلوقتي يعني وظيفه العلم ان هو بيبحث في كل ما هو جديد، حاجات ملهاش تفسير، ما كناش عارفينها قبل كده ان ليها اسباب، يعني عارفين ليها اسباب او انها هي اسباب اصلا. فلما نلاقي ليها اسباب فلازم نقف قدام الاسباب دي ونبدا ان احنا نحللها. طبعا اغلب الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل الحاجات المحروقه، لما الحاجه يعني تتحرق. يعني اللي مش هيعجب الناس النهارده الجبنه الرومي السايحه. مالها دي؟ حلو. لا بتتحرق لو تسيبت تخش جوه الفرن او الميكروويف او التوستر او اي حاجه او التوستر وتبدا ان هي تتحرق. طيب هل الجبنه الرومي اللي احنا جايبينها دي مهيئه لدرجات الحراره العليا وان هي تسيح وان التوست ينشف؟ قصدك انها لو ساحت بس من غير ما تتلسع دي برضو خطر؟ خطر برضو؟ يعني ما خلاص اي جبنه ولا الرومي تحديدا؟ لا الرومي تحديدا اللي هي لا تتحمل درجات الحراره اللي هي العاليه جدا ان هي تسيح. ماشي طيب. فطبعا في ناس طبعا يوميا بياكلوا جبنه رومي سايحه. ايوه لا غير على ماشي. طب وايه تاني من الحاجات اللي بنعملها؟ فدي برضو من ضمن الحاجات. بنلاقي ست البيت مثلا من العادات اللي هي السيئه اللي هي بتعملها، بتجيب فحمه وتحطها في قلب مثلا الكفتة عشان تبقى زي بتاعت الحاتي بالظبط. فطبعا دي مشكله كبيره. طبعا غلط. بيطلع مركبات الهيدروكربون دي، مركبات مسرطنه. حتى لو حطيتها في فويل، حتى لو حطيتها في اي حاجه طالما هي مش في مكان اوبن اير، ما هو الشوي له مواصفات، لازم يبقى في مكان اوبن اير مفتوح أو في شفاط قوي جدا أو في مدخنة قوية جدا. لكن في مكان مغلق وأبدأ أحط الفحم وأبدأ أستنشق بقى الفحم ده طبعا كل ده كوارث، يعني بيبان بقى الأثر بتاعها على المدى الطويل أو الطويل البعيد، أو لو الموضوع ده تكرر مثلا كتير أو الموضوع ده تكرر. طب التحمير زي ما بنحمر فرخة مثلا، بتقعد تقلبها كده حلو برضو إن احنا بقدر الإمكان نوصل للون الذهبي، سواء في البطاطس سواء في الفراخ سواء في مثلا الشعرية، الحاجات اللي هي أو البصل، الحاجات اللي هي تاخد اللون الإيه الذهبي. طب وصلنا للبني،
لا دخلنا بقى في ماده كيميائيه تانية خالص ماشي او الاسود دخلنا في ماده كيميائيه اخرى وهي الاكريلاميد. طبعا الاكريلاميد خلاص ثبت علميا بالدليل القاطع ان هي من المواد المسرطنه. طيب بنشوفها في ايه تاني؟ ده كده يبقى اتحرق خلاص لو وصلنا للالوان دي يعني ما بعد الذهبي. لا بس في ناس بتحب البني، اللون البني اللون البني ماشي ده برضو بيبقى يعني ابتدى ان هو يتكون ابتدى يدخل شويه على الحرق يعني. طب العيش اللي بنحمره ده مثلا على سبيل المثال، العيش اللي بنقمره اذا ما كانش ست البيت ايديها سريعه بسرعه وان هي بس يعني تقلبه على طول من وش للتاني فقط لا غير، لكن لو وصلته ده حلو ده والله. شفت بقى غلط غلط، انا بحبه قوي. الطعم طبعا بتاعه بيبقى كويس، ولكن طبعا هو اثره سيء، اثره سيء جدا جدا. طب بغض النظر عن احنا بنطبخ في ايه يعني، الاواني ليها دور؟ طبعا الاواني طبعا ليها دور، وكل شويه طبعا كل شويه يطلع حاجه جديده يقول لك ما تطبخوش في ده، ما تطبخوش في ده، نطبخ في ايه يا دكتور؟ فعلا مش عايزين حاجات غاليه بصراحه. مش كل الناس تقدر تجيب والله الجرانيت ده. احنا هنحط قاعده عريضه للاواني اللي موجوده عندنا. خلاص اي اواني من اللي هي المطليه اللي فيها يعني طلاء من جوه خلاص لابد ان احنا طبعا نقلب مثلا بادوات سيليكون ولازم خشب. تكون سيليكون او خشب، بس الخشب بيجرح ممكن يجرح بيجرح يبقى سيليكون. فالتجريح اللي بيعمله الخشب بيطلع برضو المواد الكيميائيه في الاكل فبالتالي برضو بنخش برضو في قصه تانية، مواد تانية خالص بقى، مواد كيميائيه تانية اخرى فلازم طبعا تكون الادوات من السيليكون اللي احنا بنقلب بيها ويكون سيليكون، يعني سيليكون معتمد وليس بلاستيك، مش حاجات تانية ممكن اصلا تسيح وتتحرق عشان البلاستيك اللي موجود هيطلع طبعا يعني مواد اسمها بيسفينول ايه ومواد اخرى طبعا دي كلها برضو مسرطنه تانية. فبدخل انا كده بعمل ايه يعني الاداه اللي بستخدمها غلط والاواني غلط وطريقه الطهي غلط كمان يعني فبالتالي فانا ببقى قصاد عمليه كلها من الالف الى الياء كلها غلط واللي واقف يطبخ بقى بيشم كل الابخره بيشم دي. كل بقى ده يشم وخصوصا بقى لو ست البيت مثلا فاضيه ما يعني ما وراهاش حاجه فبتقف تفضل واقفه قدام البوتاجاز. احنا طبعا بننصحها النهارده ان هي تحط الحاجه وتشغل الشفاط وتسيبها وترجع لها تيجي ما تقفش بقى جنبها فتره فتره طويل. يعني فتره طويله ده طبعا بيحميها طبعا من سرطان الثدي ويحميها من سرطان الرحم وسرطان الرئه وكل انواع السرطانات اللي احنا بنسمع عنها في الفتره الاخيره دي ان شاء الله بامر الله لما ناخد بقى كل الاجراءات بتاعتنا والاحتياطات بتاعتنا ان شاء الله ربنا يبعدها عننا ان شاء الله. طيب عايز اسال حضرتك على القلايه الهوائيه برضو، ناس كتيره بتقول صحيه وناس تانية ترجع تقول لا مش صحيه، فالحل ايه فيها او هي ايه بالظبط اخر الكلام؟ طيب هي 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 الاير فراير هي يعني انا عايز اصدم الناس، هي مكتوب عليها في امريكا انها كارسينوجينيك، انها مسرطنه خلاص مكتوب عليها كده وهي بتتباع. طيب هما لما جم بقى شافوا الموضوع وحللوا الموضوع حتى في التلفزيونات بتاعت امريكا قالوا ان اي مواد بتنتج عنها مواد كيميائيه مسرطنه فاحنا لازم نكتب ان دي كارسينوجينيك، لكن هي مش كقلايه لا طبعا هي ملهاش علاقه بالموضوع. اللي بينتج عنها الاكل اللي بيتحط جواها ويتعرض لدرجات حراره عليا خلاص وهي ما تكونش مهيئه للاكل ده. طب ليه هي معموله مصممه عشان كده؟ على سبيل المثال لو حطينا البطاطس فيها واتحرقت ايه اللي هيحدث؟ هتبقى البطاطس مسرطنه في الوقت هتبقى زي اي حاجه اتحرقت براها زي اي حاجه اتحرقت جواها خلاص. ولكن هي صحيه، هي طبعا صحيه ما فيش مشكله، ولكن لو اتبعنا الارشادات والنصائح اللي احنا بنقولها درجه الحراره ما تزيدش ما تكونش عاليه جدا ليها اكل معين هو اللي بتحط فيها ورق الزبده او بترش زيت علشان ورق الزبده او نرش زيت عشان نرطب السطح بتاع الاكل ما نسيبش الاكل لحد ما يتحمص. طب وتنظيفها برضو له علاقه والتنظيف اهم شيء في الموضوع التنظيف لان لو يعني طبعا بعد كل اكله بتبدا تنزل زيوتها بتبدا تنزل دهونها بتبدا تنزل الحاجات دي كلها الترسبات فبنحط الاكل بعد
الجديد عليه الجديد عليه فبالتالي اللي تحت بيتحرق ويطلع بخار زي اللي بيقلي في الزيت كذا مره كده اخر الزيت كم مره بقى عشان فاضل دقيقه اخر الزيت على حسب درجه على حسب نوع الزيت يعني زيت الصويا يفرق عن زيت دوار الشمس يفرق عن يعني كل زيت عن زيت اكثر زيت نوع هيستحمل يعني اللي هيستحمل مثلا ممكن نقول 3 آليات ولو شفنا البخار بتاع الزيت ابتدى ان هو يتبخر نبعد عن الزيت طبعا ايه خلاص كده. الزيت ده يعتبر ايه منتهي منتهي خالص لو يعني منتهي يعني هو بيسخن بيتبخر بيسخن لو هو بيسخن لقينا فيه ابخره طالعه منه خلاص. يبقى داخل خلاص وست البيت لازم تجيب المصفى وتبدا ان هي تصفي الزيت بعد كل استخدام بعد كل واخرك 3 مرات الناس اللي بتحط الفشار في الميكروويف سريعا ما تحطهوش ارجوك جوه اكياس يعني بيجي في الاكياس الحراريه دي مسرطن تاني برضو بناكد ان هو مسرطن نصيحه الاواني اللي بتخش المايكروويف يا جماعه نخلي بالنا منها الحاجات اللي تصلح انها تخش طول ما احنا بنمشي على التعليمات يبقى احنا في امان دكتور مروان سالم اخصائي التغذيه العلاجيه بنشكرك شكرا جزيلا على الايضاحات حلقتنا خلصت يا شيري احنا بنشكر حضراتكم جدا جدا وبكره حلقه جديده من بيت السفير عزيزه باي 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 باي